الملاحظة اللي هي اللي بغات توضع مسافة مؤقتا باش يمكن نعزو فهمنا لما يجري. أولا مستوى النظام في المستوى الأول اللي هو فين حنا وفين غاديين بالنسبة لهذه العناصر اللي عادة كنرتكزوا عليها ملي كنبغيو نحددوا طبيعة المجال الذي نعيش فيه. وهنا السؤال يعني السياسة، كاين النظام ككل، كاين المسألة المؤسساتية وعلى رأسها الدستور طبعا، كاين مسألة مكانة القانون، كاين كذلك نمط التدبير اليوم، نمط التدبير وآليته الحكامة غوفيرنونس بمختلف مضامينها، كاين قضية حقوق الإنسان. هادو بعدا يمكننا بتركيز شديد أنه نسألهم فيما يتعلق بالنسق. فيما يتعلق بالنسق كنسجلوا تطورات هنا، وكنسجلوا في نفس الوقت غياب تغيير هنا. كاين الثوابت والمتغيرات، ولكن احيانا كيوقع واحد الخلط. الموقع ديال اللي كنا كنعتبروا بانهم الثوابت كيولي في المتغيرات. انا فين بغيت نجي لهنا بالضبط، بغيت نجي كاين مفتاح ديال الحديث على هذه النقطه هذه اللي هو الفاعلين. كنا كنرصدوا فاعل رئيسي اللي هو المؤسسة الملكية، والفاعلين الآخرين بمستويات مختلفة. الوضعية الحالية تميزت بأن في واحد الوقت للعوامل المتعددة الحقل وكأنه انفتح. جات في إطار الربيع على الأقل بشكل مباشر، الربيع العربي في السياق الإقليمي على مستوى المنطقة بكاملها، وكذلك على المستوى الوطني. بان بأنه انفتح لجو كلمة اللعبة هنا بدون حمولة قدحية، يعني علاقات الفاعلين في بيناتهم وتبادل الضربات فيما بيناتهم. بان بأن تبادل الضربات تبادل الأعمال المضادة والمبادرات، المبادرات المضادة إلى آخره. بان بأنه كاين هناك انفتاح معين. هذه لحظة من فبراير، من 20 فبراير إلى 1 يوليوز، لأنه الفرضية تبدلت، الفرضية الأساس تبدلت. كاينة إمكانية ديال انفتاح العلاقات والتفاعلات ما بين الفاعلين. لكن بعد ما مرت هذه المدة كاملة اللي كيبان أنه كاين هذاك ما يسمى بعقدة، سميت الآن عقدة غورباتشوف. ملي كتحيد الطوبة، الخوف هو أنه الجدار كينهار، بيرسترويكا، غلاسنوست إلى آخره، وإذا بالاتحاد السوفيتي بكامله يختفي، ما بقاش بحال ما عمرو ما كان. وبالتالي الترددات و
ولا يجب أن تكون الخسارات أكثر من هذا من زاوية من له المبادرة، يعني المقررين، دائرة المقررين. يبدو بأن هذا هو اللي كيفسر هاد الوتيرة الخاصة ديال سير الأشياء. من جهة أخرى الفاعلين كنلاحظوا بأنه الفاعلين بعدا كتار، وما غاديش نحلوا المشكلة. قلنا كاين الإصلاحيين المحافظين والإصلاحيين ولا حتى التوريين، ما غاديش نحلوا المشكل. كاين كل ما أنتجه النظام السلطوي في مرحلته الأكثر سلطوية اللي معاه واللي ضده كذلك، يعني وقع التنشئة ديال الأجيال في هاد الدينامية. كاين فئات أخرى اللي تأثرت في فضاءات اللي عندها خصوصية باسم أنه الإطارات التقليدية لا تستجيب لحاجيتها إلى آخره، الأحزاب الجديدة. ويمكن نرجعوا حتى مرحلة الثمانينات، نهاية الثمانينات، الأحزاب التي برزت في تلك المرحلة. كذلك أجيال الإسلام السياسي، هذو ما كانوش بهذا الشكل. كاين فئات مختلفة برزت في هذه المرحلة اللي بالتأكيد تؤثر على الملامح الكبرى للنسق الشمولي للنظام ككل. نسميهم أولا الحركات الاجتماعية وما تحمله كذلك من تنشئة، غنسميهم كذلك أولاد أطفال أو أولاد عفوا أولاد الثقافة الرقمية. الفئات الاجتماعية اللي برزت في هذه المرحلة كيعطينا